أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله بين حديث أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر: خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. هذا الشيء وهذا الشيء، ما بينهم تعارض يا أخي. الجهاد في سبيل الله في وقته، والذكر في وقته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.